بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن أهداف الجهاد بين المشروع منها والممنوع. كنا فضلت الشيخ قبل الفاصل نتحدث عن الأهداف المشروعة بعد أن أفضتم في الحديث عن الأهداف غير المشروعة، وذكرتم من الأهداف المشروعة رد المعتدين ومنها كذلك حماية وتأمين الدعوة، فما بقية هذه الأهداف؟ هناك أهداف مهمة للجهاد في الإسلام، من هذه الأهداف إنقاذ المستضعفين في الأرض. نعم، أي مستضعفين بغض النظر عن دينهم ملتهم. طبعا مستضعفين من المسلمين هم في المقدمة. نعم، ولكن أي مستضعفين، ناس استعانوا بالمسلمين لينقذوهم من ظالميهم، والمسلمون عندهم قدرة على أن يحرروهم أن يساندوهم، لا يجوز أن يتخلفوا عن ذلك. والقرآن الكريم يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها لكن هؤلاء واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. لكن هؤلاء مسلمون. مسلمون نعم. لكن المسلم مطالب أن يكون عونا لكل مستضعف. نعم. لا يجوز للمسلم أن يرى إنسانا يضرب إنسانا بغير حق ولا يقول له حرام عليك، لا، وإذا كان يستطيع أن يمنعه يجب أن يمنعه، سواء كان مسلما أو غير مسلم. الظلم يجب أن يمنع لأي إنسان، بل حتى لأي حيوان. لو وجد واحد يعذب حيوانا لا يجوز له أن يتركه يعذب الحيوان، لأنه مخلوق ضعيف ولا يستطيع أن يشكو ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فالمسلم عليه يقول له: لا تفعل هذا، واستطاع أن يمنعه يعني بالقوة فليفعل. على كل حال هذا منكر، يجب أن يغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن اسمح لي في ظل الشيخ، ربما يكون هناك اعتراض بأن هذا الأمر هو ما تقوم به أمريكا الآن. أمريكا الآن تحاول، أو ما تدعيه الآن دلوقتي، أنها تريد أن تنصر المستضعفين، تريد أن تنشر الديمقراطية في العالم. هي ما دخلت العراق يعني كان من ضمن الأسباب حتى تحرر الناس من ظلم صدام. هذا هو الكلام الذي يقال الآن والذي يشاع. هو الأمر ليس المهم الكلام. نعم. المهم هل العمل يساند الكلام أو لا، أو هناك معايير مزدوجة في هذا الأمر. هل هذا صحيح؟ لماذا إذن لا ترد إسرائيل عن ظلمها؟ لماذا لم تمنعها من الاعتداء على غزة وقتل النساء والشيوخ والولدان وهدم البيوت وهدم المساجد والمدارس ويعني الإفساد في الأرض؟ هذا لا، إسرائيل ربيبتها، فهي يعني نعم؟ إسرائيل هي المدللة عند أمريكا، فبالتالي طيب هذا ليس إذن المسألة مش مسألة كلام. العبرة ليست بالدعوة، ما أكثر الدعوة وما أعز المعنى. نعم. يعني ليتها تكون صادقة، وكلام الصادقة نؤيدها في هذا، أي كل من يعمل لإقرار الحق في الأرض والوقوف ضد الطغاة والمفسدين واستعمال القوة في هذا الأمر، هذا أمر مشروع للمسلمين ولغيرهم. لكن هل هذه النصرة تحتاج إلى طلب من المستضعفين أنفسهم؟ أن أتكلم الآن على هذا النوع من أنواع أو أهداف الجهاد، نصرة المستضعفين. هل المسلمون يعني يحتاجون إلى طلب أن يطلب منهم المستضعفون؟ المفروض هذا. نعم. إحنا لكون هؤلاء في بلادهم، لكي تذهب إليهم في بلادهم لتنصرهم، لازم يكون بطلب منهم. وهذا ما ذكر، إن المسلمين في الأندلس، يعني أهل الأندلس طلبوا من المستغاثة بالمسلمين لينقذوهم من ظالميهم، فكانت الحملة الإسلامية لفتح الأندلس. فإذا ووقفوا بجوارهم. نعم. ووقفوا بجوارهم وساعدوهم. ووقفوا بجوارهم. فإذا طلب من المسلمين النصرة في أي وقت للوقوف في وجه الطغيان وفي وجه الفراعنة والجبابرة، يجب أن يكون المسلمون عند النداء وأن يقوموا بحق هؤلاء الذين يعني
لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم. هذا فالمسلمين قوة لكل ضعيف في العالم. نعم، إذن هذا هو الهدف الثالث، وما الهدف الرابع؟ الهدف الرابع هو تأديب الناكثين الذين لا يتورعون عن أي عمل، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، لا يضمرون لأحد خيرا ولا رحمة. هؤلاء المفسدون في الأرض يجب أن يؤدبوا ويوقفوا عند حدهم، وهذا ما قاله القرآن: وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة تخشونهم؟ فالله حق أنت يحرض المؤمنين على أن يؤدبوا هؤلاء حتى يعلموا أنهم ليس لهم مطلق الحرية أن يفعلوا ما شاء في عباد الله في أرض الله. هناك من يقول لهم قفوا يعني عند حدكم. نعم، بقي هدف واحد. نعم، وهو فرض السلام داخل الأرض الإسلامية بالقوة. داخل الأرض الإسلامية بالقوة. وهذا ما يعني يحدده قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لا يجوز للمسلمين أن يتركوا يقتلوا بعضهم بعضا ويسفكوا بعضهم دماء بعض ولا يتدخل أحد. لابد أن يكون عند المسلمين قوة بحيث تردع المعتدين وتقاتل الباغين حتى يفيئوا إلى أمر الله. نعم. فهنا فرض السلام الداخلي بين المسلمين، وبعد هذا معناه أن المسلمين يكون عندهم يعني قوة لهذا الأمر، وهذا يفترض أن المسلمين تكون أمة لا يكونون ممزقين. نعم. لازم يكون لهم كيان فيدرالي، يكون فيدرالي أي شيء، حتى ولو منظمة المؤتمر الإسلامي يقوونها ويجعلوا أن يكون لها قوة بحيث تردع المعتدي. سميتموه من قبل يا فضيلة الشيخ. نعم. سميتموه يعني الاتحاد الدول الإسلامية ولامكم البعض على ذلك، فقلت ولا حتى لا نحلم بهذا يعني. مفروض. نعم. كما في الاتحاد الأوروبي. نعم. يعني أصبح أوروبا التي تعادت وتقاتلت فيما بينها وقامت بها حروب قرونا عدة، وآخرها الحربان العالميتان المعروفتان التي قتل فيها ملايين، ومع هذا يعني أغفلت هذا الأمر وغضت الطرف عن هذه الحروب وقالت إن مصلحتنا في أن يتحد بعضنا مع بعض. والاتحاد بدأ ضعيفا ثم قوي محدودا ثم توسع وأصبح الآن يعني شبه دولة، عملة واحدة وجواز واحد وشيء يعني. فعلى المسلمين أن يستفيدوا من هذه التدارب ويكونوا لأنفسهم يعني نوعا من الاتحاد يجعلوا منهم قوة لها وزنها. نعم، هنا اتضحت المعالم وظهرت أهداف الجهاد المشروعة التي أقرها الإسلام والممنوعة التي يعني منعها الإسلام. القرآن الكريم ككتاب مقدس تحدث عن الحرب وعن الجهاد، والتوراة باعتبار أنها كتاب يؤمن بها اليهود تحدث كذلك عن الجهاد عن الحرب. فهل لنا أن نحدث مقارنة بين هذا وذاك؟ ما طبيعة الحرب في القرآن؟ ما أهداف الحرب في القرآن؟ ما الغاية؟ كيف تنتهي الحرب في القرآن أو بآيات القرآن؟ وما هي الكلمات التي يعني طفحت بها التوراة الموجودة الآن بين يدي هؤلاء؟ في الحقيقة إن من يقرأ القرآن كتاب الإسلام وهو المصدر المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
والذي يستمد منه المسلمون أحكام عقيدتهم وشريعتهم، ويقرأ في مقابل ذلك التوراة في أسفارها الخمسة أو في ملحقاتها من نبوات الأنبياء، يجد الفرق الشاسع والبون الواسع ما بين النظرة الإسلامية للجهاد أو للقتال في القرآن والنظرة اليهودية للقتال في التوراة وملحقات التوراة. نعم، احنا رأينا الأهداف الإسلامية يعني ووضوحها. نعم، في القرآن الكريم. نعم، المسلمون يعني لا يريدون اعتداء على أحد، يريدون بالعكس رد الاعتداء والمعتدين، يعني يريدون تأمين حرية الدعوة ومنع الفتنة، يريدون تأديب الناكثين. نعم، يريدون إنقاذ المستضعفين في الأرض الذين ليس لهم حول ولا قوة، ويقع عليهم من الإذاء والعذاب ما يقع، وهؤلاء يجب إنقاذهم. يريدون من القتال إنقاذ يعني الوحدة الإسلامية وفرض السلام بين المسلمين، بدل التقاتل والصراع بالسلاح يجب أن يفرض السلام بالقوة. نعم، على هذه انظر إلى التوراة وماذا جاء في التوراة. التوراة تقول في سفر التثنية، وهو السفر الخاص بالتشريع يعني أكثر من غيره، في سفر التكوين. نعم، خلق آدم وهذه الأشياء، وسفر الخروج من مصر، وسفر العدد، وسفر اللاويين. إنما السفر الذي يعنى بالتشريع والأحكام اسمه سفر التثنية. نعم، وسفر التثنية هذا هو الذي يتحدث عن الحرب وأحكامها، يتحدث عن الحرب ويتحدث عن القتال. نعم، ويقول لموسى إنه الأرض التي تريد أن يعني تغزوها، أرض الحيثيين أو الأرض البعيدة، في نعم، أرض بعيدة وأرض قريبة. نعم، الأرض البعيدة التي تريد أن تغزوها ادعوهم إلى الاستسلام. نعم، فإذا قبلوا فأهلها يكونون عبيدا لك. إذا قبلوا، إذا قبلوا الصلح. نعم، والمسالمة والدخول معك في هدنة أو معاهدة، اقبل منهم هذا ويكونون جميعا عبيدا لك. إذن أول القصيدة كفر. وأما أموالهم ونساؤهم وأبقارهم وأغنامهم وأشياءهم كلها تصبح غنيمة لك. طيب، الحالة الثانية نود أن نستمع عليها إذا لم يستجيبوا له، ولكن لو تسمحوا لنا أن يكون هذا بعد الفاصل. فانتظرونا أيها الإخوة والأخوات.